الفل، صباح النور للمشاهدين. ما كهو توني خلينا مش نحكيه اكثر سينماتا. ده شو عندك مريسا ليزي اليوم؟ عندنا اخبار منوعه لكن مثل العاده البدايه رح تكون مجموعه بين لبنان وهوليوود. فيلم عالمي رح ينطلق هالاسبوع بالصالات العربيه واللبنانيه، وهو السيره الذاتيه لفرقه كوين بعنوان اشهر اغنيه لهم بوهيميم رابسودي. بطل هيدا الفيلم هو ممثل من جذور عربية مصرية رامي مالك، يلي عم بيجسد شخصية فريدي ميركوري نجم فريق كوين الراحل. وهالمغني الأسطوري يلي كل العالم حكيت فيهم وسمعت أغانيهم لسنوات عم بيأدوا هيدا الفيلم بطريقة مميزة. يمكن المميز أنه السيرة الذاتية بتجذب المشاهدين اكثر واكثر، وبتجذب كل شخص عم بيكون موجود. نحكيو على سيره ذاتيه ماري تيريز، مش سيره ذاتيه اي انسان، هذه سيره ذاتيه لفريدي ميركوري وسيره ذاتيه لذا كوين الباند اللي يمكن التوا ما زلنا نسمع اغنياتهم والتوا نحب اغنياتهم ونسمعوها، بالرغم انه حتى الجيل الجديد اليوم بعد ما عاش معهم برشا. انا على فكره كان عندي الحظ انه حضرت لافون بريمير بتاع الفيلم هوني في لبنان. أول مرة أكون مش أنا وياك حضرت الفيلم. أنا أقول لي عزمته على غير فيلم ما إجا. ليه حضرت الفيلم؟ عجبني برشا على فكرة الفيلم. ساعة إذا نحكيه كلونجاج سينماتوغرافي كتقنيا الفيلم قوي برشا، حلو برشا، معناها فيه عمل كبير، فيه إعادة تصوير لأحداث بطريقة واو، معناها الموسيقى أيضا لأنه تتمتع في الفيلم وأنت قاعد معناها تتفرج في فيلم يحكي على ذا كوين، أكيد أنه باش تتمتع بالميوزك نتاعهم. فكرة الأغاني كيفاش طلعت، المشهد الأخير نتاع اللايف إيد اللي هي الحفلة الشهيرة أيضا اللي عملتها ذا كوين اللي كانوا مشاركين فيها، بالحق معناها كانت مصورة بطريقة ترجع تنقلنا لأجواء نقلتنا إلى الأجواء هذيك وعشناها، وحتى انه الطريقه نتاع الكاميرا كيفاش تتجول، تحس روحك فعليا انت حتى ماكش لابس لونات 3D، ولكن فعليا انت قاعد تتجول مع الكاميرا في وسط الجو هذاك، وخاصه في الستيج الكبير والملعب الكبير والكل. بتدخل حاجه يمكن الفيلم اكيد انه فيه فما ناس عجبهم فما ناس ليه، فما اراء تنقد فما اراء انه مع الفيلم انه عجبها على الاخر، فما ناس ما كانتش حاسه توقعاتها، ولكن الاهم انه الفيلم حلو. ونقطه الايجابيه فيه واللي هي مميزه جدا، وعذرا انه انا طولت. لا خلص انا صرت عم بسمع بنحكي عن شيء ثاني. الحاجه المهمه في الفيلم هي رامي مالك اكيد، لانه فعلا هالاكتشاف لهالدور منه اول دور له، ولعب بكثير افلام مهمه، لكن انه يلعب هالشخصيه اكتشاف حتى تكوين وجهه، بيقولوا انه هي ساعدت انه يقدر يؤدي الشخصيه، يعني ما كثير اضطروا يغيروا بالميك اب، اضطروا بتفاصيل صغيره انهم يغيروا لانه تكوين وجهه ساعدته. لحظه من اللحظات تقول انه تتفرج في فريدي بالحق مش انه تتفرج في رامي مالك، فاتقن الدور وكان بالحق ابدع فيه بالنسبه لي. فالفيلم بتدور احداثه حول هالاغنيه الشهيره واللي كتبها فريدي ميركوري، وكيف فات على الفرقه وغنتها الفرقه وهالباند او الفرقه فرقه الروك يلي كانوا مشهورين كثير، وكان فريدي عضو فيها، وبيوثق مثل ما قال أمين أحداث تفاصيل حياة هالفرقة وكيف انشهروا وكيف صاروا معروفين. يعني هي فرقة إذا فينا نقول فرقة أسطورية، والحفلة الأسطورية يلي قلت عنها. للأسف هالشخصية توفي عام 1985 بمرض الإيدز. وبهالمناسبة الجمعية اللبنانية للمرض الإيدز أو ليبانيز إيدز سوسايتي اجتمعوا وكانوا موجودين بالعرض الأول لهالفيلم للتوعية أكثر حول هالمرض، لنشر الطرق الوقاية ولمساعدة، لأنه بيعود ريع هالعرض الأول لهالجمعية لمساعدة المصابين بمرض الإيدز. وما ننساوش أيضا بما أنه احنا شهر نوفمبر نحكيه على موفمبر شهر الرجل، شهر أنه لازم أنه توعية كبيرة على أقل للتخفيف من أمراض الرجل، وأيضا لأنه يكون عنده فترة العيش متاعه أطول. بلشت هلأ الذكورية والدفاع.
انت تعرفني فيمينيست. فمن هيدا الفيلم يلي نحن بننصح كل المشاهدين انه يتابعوه بدا بالصلاه العربيه، رح ننتقل لدوره جديده من مهرجان جديد وهو مهرجان مسكون يلي انطلق ب 31 تشرين الاول ومستمر ل 4 تشرين الثاني بسينما متروبوليس صوفيا الاشرفيه ببيروت. الدورة الثالثة من مهرجان مسكون يلي هو أول مهرجان بالمنطقة العربية متخصص بأفلام الرعب والفانتازيا والإثارة والحركة والأكشن والخيال العلمي، عم تتميز هالنسخة بحضور عربي ولبناني وأفلام عددها كبير إنها بتصب بهالخانة وبتنمي الاهتمام بهالنوع من الأفلام بالمنطقة. عم يستضيف المهرجان عدد من مخرجي الأفلام المعروضة وممثلين ومنتجين، ورح يكون في ورشات عمل متخصصة للعاملين بحقل السينما، وعم بيشارك من مهرجانات مختلفة حول العالم ومسؤولين فنيين ومسؤولون فنيون، وضمن لجنة التحكيم مسابقة مسكون للأفلام القصيرة كمان في عدة أشخاص. هالمهرجان بتنظمه شركة أبوت برودكشن للسنة الثالثة مع جمعية متروبوليس وكمان الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة جامعة البلمنت القلبة وسينيموس يلي عم يفسحوا المجال قدام حتى الطلاب انهم يقدموا افلامهم يلي هي بتصب بهالخانه، وعم يفسحوا المجال انه يكون في لقاءات وورشات عمل يشاركوا فيها الطلاب اكيد لانه تساعدهم معنا. فبالمهرجان امين في افلام من المكسيك، من فرنسا، من السويد، من كوريا الجنوبيه، من اسبانيا، الولايات المتحده، وكمان هالسنه في امر مميز انه في افلام من افريقيا وفي افلام من البلدان العربيه. هيدا من ايران، من تونس، جزائر ولبنان. افتتاح المهرجان كان مع فيلم ذا كيلتي للدنماركي جوستاف مولر، وهو حصل على جائزه الجمهور بمهرجان ساندانس وروتردام. رح نتابع تقرير من افتتاح المهرجان وبعدها منعود لنستقبل ضيفنا. بننقي مثل فيجوال ايدنتيتي نشتغل عليها. السنه حسينا انه من واقع لبنان مع التلوث والبيئه اللي عم تدهور، حبينا نعمل عالم نتخيله كانه لبنان بعد 20 او 30 سنه لترجع الطبيعه تضغى عليه بس في مثل مخلوقات غريبه عم تظهر منه. فهذا الشيء كان موجود بالبوستر ورجعنا عملناه بالديكور هون بمتروبوليس وبالتريلر، يعني بنجرب نخلي كل شيء عم نخلقه حول المهرجان يشبه هذا العالم. مضبوط انه هالسنه الحضور العربي اخيرا اجى على مسكون، والافلام ما كان صعب تنلاقى لانه عن جد صار بلش يصير في افلام عربيه جون، يعني قنديل دمياء ونوري فيلم جزائري كان بكان بكانزان دي رياليزاتور، فيلم فادي باكي برم كثير مهرجانات لاست دايز اوف ذا مان اوف تومورو، والاكتشاف كان فيلم عبد الحميد بوشناك اللي هو دشرة، فيلم رعب من تونس عمل ختام أسبوع النقاد بمهرجان فينيس هيداك الشهر. On a fait ce film en 2015-2016. On sentait que beaucoup dans le monde il y avait des problèmes socio-économiques. Et que très souvent, à la fin, on disait que c'était un petit peu la faute des femmes. Et on ramenait ça au corps féminin. Donc on a commencé à écrire cette histoire d'une femme qui va à la plage, qui se détend, qui nage, et qui va se faire entourer par des hommes et agresser. On va lui reprocher d'avoir nagé simplement, et d'avoir de s'être fait du bien à son corps. Et elle va revenir sous la forme d'un monstre marin et se venger. Le film s'appelle The Great Domini, c'est un film fantastique. بيحكي عن ماجيسيان بس في سبال عليه، سو حنشوف كيف حيتخلص منه بالفيلم. فيلم اسمه آخر أيام رجل غد، وهو بخبر قصة من تاريخ لبنان عن في هو مكنة عطيوها الفرنسوية وقت أخذ لبنان استقلاله، شارل دوغول إجا على لبنان وقدم لبشارة الخوري رجال آلي كان اسمه لو نوفيل أوم، والفيلم هو دوكيومنتري يلي بيلحق قصة لو نوفيل أوم يلي بعده موجود لليوم وبيواكب حياته كيف عاصر كل تاريخ لبنان. رحت وبلشت صور وإلحق كل الأرشيف اللي موجود عنه
وعملنا كم مقابلة مع مؤرخين وسينمائيين والأشخاص اللي كانوا خاصهم بحياته. فإيه كانت يعني هو منه خيال علمي، تاريخ علمي إذا بدك. هلا بالرغم من انه امين بخاف وما في يحضر هالنوع من الافلام، بس الليله رح ناخده يحضر فيلم تونسي الدشره. هو كلمه الدشره قبل كي تقولها هكا بتتخيل الدشره التونسيه كي تبدا هكا ظليم وفيها برشا بتطلع لك رهبان ولا شو. هي فما حاجات كانوا يحكيهم لنا قبل جدي الله يرحمه. فمن المنطقه العربيه وتحديدا من تونس عم بيشارك فيلم دشره لعبد الحميد بوشناق يلي سبق وعرض خلال اسبوع النقاد بمهرجان البندقيه، وهو ضيفنا بفقره الفن السابع لنحكي اكثر عن الفيلم. نستقبل عبد الحميد. صباح النور. صباح الخير. صباح الورد. امين خايف يمكن مش قادر يسال الاسئله لهالدرجه. اهلا وسهلا عبد الحميد. اهلا وسهلا، مرحبا. فيلم رعب تونسي لاول وهله من بيتساءل المشاهد ليه وكيف اخترت الموضوع، وهو مقتبس من قصه او حدث واقعي. خبرنا كيف بلشت. علاش ما هو السؤال يتسال علاش حتى التو ما عملناش فيلم رعب تونسي، خاصة اللي احنا عنا برشا في الموروث نتاعنا، فما برشا حكايات اللي كانت يحكيهمنا احنا صغار، عنا برشا قصص مرعبة نوعا ما يعني. والسينما التونسية معروف عليها نوعية معينة من الأفلام اللي هي عندها مدة تتعاود، نحكي عن نوعية والمواضيع اللي هما يتكرروا، لكن أفلام مؤلف ونفس المؤلف يعني. كانت الفكرة اللي كنت لازمنا يكون فما نوعية أخرى ولازم يكون اختلاف. وأفلام الرعب أنا ملي أنا صغير يعني نتفرج في أفلام الرعب، أنا جيل الكاسيت الVHS كلنا. وكانت الأفلام هذيك كانت تخلي عندي بصمة، وكانت تخلي لي إحساس يقعد يتبعني أيام ساعات أسابيع، كان مش سنوات كيف ما مثلا فيلم شاينينج ولا فيلم الإكزورسيست. الإحساس اللي حسيته وقت الإكزورسيست لتو كي تتذكر تسترجع. وكنت نحب نعمل ولا نخلق للمتفرج الإحساس هذا، إحساس القلق ولا الخوف. هو راو الفيلم مهما كان النوع متاعه، في قصة حب ولا فيلم كوميدي ولا فيلم رعب، أهم حاجة هو كان المتفرج يحس. وهذاك الشيء يقعد في آخر في كي يطلع جينيريك، الإحساس اللي تخرج به من القاعة هذاك أهم حاجة. والفيلم الرعب، أفلام الرعب المواضيع كل تعملت في أمريكا، في هوليوود عندهم الإمكانيات باش يعملوا جميع أنواع كيفاش نقول لك، الحكايات الكل تعملت. لكن يعني تقنيات التسهيلات الماديات كمان والماديات عندهم باش يحكيوا أي حكاية بطريقتهم. لكن فما حكايات نتاعنا احنا خاصه بينا، خاصه بتونس. وهوني حبيت نسالك عبد الحميد، لانه يعني فما حكاياتنا نحن نعرفوا اللي ديما عندنا حكايات اللي تحكيها لنا الجده والجد قبل في تونس، والحق يخوفوا شويه معنا. اي صحيح. انت الفيلم انه مقتبس من احداث واقعيه، هالاحداث هذه كيفاش جبتها عملت البحث هو عليها؟ هو من تو خاطر احنا في الصباح ما نجمش نعطيكم انا ما بخاف مين بخاف. لا ما نجمش نعطي التفاصيل الجرائم اللي صارت في تونس. انا ما حبيتش نحكي على حاجات خيال علمي ولا حاجه يعني، مش نحكي على الاشباح ولا الجن والامريكا عملتها خير منا الحكايات هذوك. لكن الانسان هو اكثر حاجه تخوف، العبد البني ادم هو ينجم يكون لطيف جميل، ينجم يعمل حاجات باهيه ياسر، لكن في نفس الوقت ينجم يتحول الى وحش، ينجم يعمل ابشع الحاجات اللي الانسان ينجم ما يتخيلهمش يعني. ومن الاحداث اللي هما كثرت السنوات الاخيره، يمكن خاطر الانسان فقد الامل يمكن، ولا هو السحر مثلا. والفيلم بتاعي يحكي على السحر، يحكي على السحر ويحكي على السحر في المنطقه المغاربيه.
فما العديد من الطقوس اللي هي تنجم تهز إنسان يمن اللي فما نوعية معينة من الأطفال مثلا ولا اللي هما نعطيهم قربان إلى جن باش يفتحوا به كنز. وإلى الأسف صاروا برشا جرائم. صحيح. كان صعب تصوير هالنوع من المشاهد. صعب نفسيا على خاطر الفيلم خدا مني برشا مجهود. نفسيا كان صعب وكان كنت منهمك وكنت مركز في الفيلم ونسيت روحي ساعات ننسى اللي هو مشهد ذاك مع طفل صغير اللي أنا ما نجمش نحكي معاه بالطريقة ذيك. نبدأ مركز على الدم لازم يكون اللون متاعه أصح، السكين لازم يكون المكان متاعه أصح، وننسى اللي هو ولاد صغير يعني. وبعد كي هكا نتفكر يعني كان مرهق، مرهق نفسيا على خاطر عديت أسابيع وأنا نكتب في حاجات اللي أنا كنت أخاف منهم، وهو نوع من التيرابي يعني بالنسبة لي على خاطر أن الفيلم حطيت فيه كل ما يخوفني أنا كشخص. والحكايات اللي كانوا كي تجبدهم تحكيهم في العائلة أول حاجة، ولا أمك ولا أبوك يقول لك غير الموضوع. هو فنان كبير الفنان عبد لطفي بوشناك. كان عنده رأي بالفيلم، شاف المشاهد قبل ما يخلص الفيلم؟ لا، الوالد الوالد شاف الفيلم وقت لي كامل وما كانش عنده حتى أدنى فكرة اللي أنا كنت نعم في فيلم رعب، عندوش فكرة يعني. حضرته قبل ما يتفرج ووريته الفيلم، لكن كانت الرياكشن ما كملش الفيلم، ما كملش شيء، وكانت الرياكشن تاعه يعني مخيفة بالنسبة لي أنا على خاطر كان ماهوش فاهم علاش العنف هذا الكل وعلاش هالدم كل. بابا يعني يمن اللي الرساله نتاع الفن هي رساله تبعث الامل، ولازمنا احنا عايشين في وضع إزبية. في وضع عربي اللي هو فيه برشا احباط، فيه برشا عنف، ما لازمش نوري اكثر العنف في السينما، لكن انا نوعا ما في طريقتي لاختياراتي المواضيع هو نوري حقيقه الانسان قدامه، هذيك الطريقه الوحيده اللي نجمو احنا نغيروا روحنا يعني. أنا للاسف في كثير اشياء نحكيها بس دهمنا الوقت، بس بدنا نذكر انه اليوم هو عم ينعرض ببيروت بسينما متروبوليس لكل الموجودين بلبنان في مهرجان مسكون. ان شاء الله احنا نتمنى لك كل التوفيق عبد الحميد، ان شاء الله تعاود تكون ضيفنا مره اخرى نحكيوا اكثر، ونتمنى انه تكون هكا. عايش نشكركم على الاستضافه، ونحب اهلا وسهلا. حاجه برك نحب نوجه تحيه إدارة مهرجان مسكون اللي هو مهرجان بشي يولي مهم جدا في المنطقة العربية، خاطر فريد من نوعه وتنظيم خارق العادة. نحن نشكرك برشا، أكيد نتمنى كل التوفيق. غدوة عندك جي سي سي، غدوة تونس حافلة بأيام قرطاج السينمائية في دورتها الجديدة، أكيد أنه إن شاء الله تكون دورة سنة مميزة جدا، وإن شاء الله الدورة هذه أيضا